سؤال. نعم. الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هل يملك لغيره؟ تفضل. أكيد لا يملك. الله أكبر أبو سجاد. نعم. أنت إنسان محترم لأنك تبحث عن الحقيقة. أنا أعرف أن فطرتك تنازعك. شيخنا أنا اتصلت عليك تقريبا ذاك أسبوع، قبل ذاك أسبوع أنا كنت شيعي، أما هسه أنا حاليا تركت التشيع. احكي للناس، الناس أظنها تبي تسمع. تفضل. من العرب. احمد شيعي ولا سني؟ لا شيعي. حياك الله يا احمد. احمد. نعم. صادق الشيرازي وغير صادق الشيرازي من مراجعكم يقولون الامام الكاظم باب الحوائج، الامام الجواد باب المراد، والحين قرينا فتوى صادق الشيرازي يقول لك ان الكاظم لما كان حيا رحمه الله تعالى 24 سنه مسجون على حد قوله، وانتهى به الأمر إلى أنه ينقطع عن أهله ويكون في الأصفاد والقيد وإلى آخر ما ذكر. السؤال. نعم. الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هل يملك لغيره؟ تفضل. أكيد لا يملك. الله أكبر. طيب هذا الرجل يقول لك أنه يملك، صادق الشيرازي يقول لك يملك. لرب بها حكمة إلهية. وين الحكمة الإلهية؟ دلنا عليها. لربما تقربا إلى الله مثلا. كيف؟ تقرب إلى الله بهم. لا اترك دعاء الله، أنا ما أتكلم عن دعاء الله بحق فلان ولا، هذه مسألة ثانية، إحنا نسأل دعائهم وطلب الحاجات منهم، الشرك بالله عز وجل. بالنسبة للشيراز الشيراز معترف، إحنا شيعة السيستاني. السيستاني يقول نفس الكلام. بعرف شيخنا الصباح اللي ما يملك نفسه. والله يا أبو سجاد، أبو سجاد. نعم. أنت إنسان محترم لأنك تبحث عن الحقيقة وتذكر. أنا أعرف أن فطرتك تنازعك تقول أعوذ بالله. نعم. لا شك أن هذا باطل. طيب يا أخي ولا أقاطعك، أنا ما يهمني لا شيعة ولا شيء، أنا أدور عن الحق. أسأل الله أن يدلك. بالله العلي العظيم. أسأل الله تعالى أن يدلك عليه يا أبو سجاد. وأنا أتابعك وأتابع فؤاد الشام وأتابع عثمان الخميس. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا أبو سجاد، الله يفتح لك. ادعوا له يا أخواني. يا أبو سجاد، أولا هذا دليل رجاحة عقل عندك. نعم. يا أبو سجاد، أهم ركن من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، أهم ما في هذا الإسلام وهذا الدين وأهم أصل من أصوله هو شهادة أن لا إله إلا الله. إذا ضربت لا إله إلا الله ما ينفع الإنسان ما بعدها. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمراجعكم يدعون إلى الشرك الأكبر، مراجعكم أهل قبور دعاء أموات دعاء بشر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. الآن سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، نتقرب إلى الله بحبه ونلعن قاتليه ونعتقد أنه بشر حال حال بقية الناس من الصحابة، ما كانوا يملكون السيطرة على الكون، فالكون يديرونه مثل ما يدير الإنسان الدنيا هذه بالريموت كنترول. سؤالي يا أبو سجاد، سيدنا الحسين هل ملك أن يعطي العطاشة من أهل البيت يوم الطف ماء؟ سيدنا الحسين ما ملك الدفع عن نفسه ولا الدفع عن أهل بيته ولا أن يجلب الماء للعطشانين من أهل بيته في ذلك اليوم الذي أصيب به أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأصيب المسلمون المصاب العظيم. ما ملك هو؟ علي بن أبي طالب ابن ملجم يمشي وراه وهو ما يدري وين صار الحين لما مات، يحيط بنيات العباد وقلوبهم. لو كانوا مليون الإنسان يفكرون تفكير بعلي، هو عند الكنترول محيط بهم وبنياتهم ويستجيب دعائهم ويوجههم، بل يسيطر على الكون، يودي لهذا رزق ويودي لهذا شفاء ويودي لهذا ولد. وين صارت هذه في حياتهم عشان تصير بعد وفاته؟ إن شاء الله، إن شاء الله ربي يحشرني مع آل البيت ومع محمد. يعني ما أعرف صراحة شو أقول لك، لكن أنا أدور عن الحق إن شاء الله تدعى إذا كان الحق معكم، إذا كان الحق مع شيعة آل محمد فأنا مع شيعة آل محمد. أسأل الله أن يدلك عليه. تابعنا أبو سجاد. اللهم يا حي يا قيوم دل أبا سجاد على الحق يا رب العالمين واهده إليه. قولوا أمين يا مسلمين. شكرا لك يا أبا سجاد، شكرا لك. يا سلام، أمثال سجاد واجد يا إخوة، أمثال سجاد كثير يبحثون عن الحقيقة أخوان.
مش متعصبين. فمثل هؤلاء يعني بينوا لهم يا أخوة الحقيقة، بينوا لهم شرك هؤلاء سدنة الوثنية، دعاة عبادة القبور، تجار القبور، تجار المزارات. والله الحين ما خلوا متر واحد في إيران ولا في العراق إلا وحطوا فيه قبر ولا مقام كأنها صرافات بنوك، مكان جمع النذور، جمع الأموال. لا، الحين أبشركم حتى صارت المقامات يصورون عليها صور أصنام، أصنام، حطوا صور أصنام إخوان. قالوا لك أصنام إيش؟ أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. شايفين أخواني؟ هذا المنطق اللي يتحدث فيه أبو سجاد، يتحدث كثير من الشيعة اليوم، تنوروا يا أخواني بعد وسائل التواصل وبعد القنوات، الحمد لله وصلتهم الحقيقة. تفضل أبو سجاد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام، أهلا ومرحبا. بارك الله بك شيخنا. شيخنا أنا اتصلت عليك تقريبا ذاك أسبوع، مو هذا أسبوع، أنت كنت يعني شو كنت تقول مأجل البث. صحيح. قبل ذاك أسبوع أنا كنت متشيع، كنت شيعي. أما هسه أنا حاليا تركت التشيع، صارت وياي مواقف يعني وحق لا إله إلا الله ويا هذول المراجع، خلتني أترك التشيع. تمام، ما أريد أطول عليك بالوقت لأن عندك بث، بس إن شاء الله أراسلك على التليجرام أحكي لك شنو القصة. لا لا لا، أحكي للناس، الناس أظنها تبي تسمع. الحمد لله الذي هدى. تفضل. ممارد يعني أطول من وقتك شيخنا. يعني أنت الآن اتصلت علينا تقريبا في البث الجمعة الماضية. نعم نعم، جايك بالحكي. أنا عندي طبعا موضوعين خلتني أترك التشيع. تفضل. طبعا أول موضوع، أنا أول ما دخل داعش للعراق، أنا أخويا كرار راح التحق بالمرجعية لما أنطت فتوى. تمام. فهو استشهد طبعا بكريت كرارة، استشهد على هاي المرجعية الفاسدة النذلة اللي الله يطيح حظها. هاي أول شيء. ثاني شيء، طبعا السيستاني تبعت نسبه، هو ما عنده نسب، يعني اسمه لازقين وهيج لزق على الحائط مخلين. فقبل أسبوع تقريبا، يعني لما كنت فيعي قبل أسبوع، رحنا للكاظمية، زرنا الإمام الكاظم، فكانوا يعني فد أشخاص ثلاثة أو أربعة يعني يسجدون للقبر، يسجدون للقبر، يبكون، يسحلون نفسهم بالقاع. تمام. فأنا يعني من طبعي أنه الشيء اللي أشوفه قدامي لازم أستفسر عنه. فصدق كان هناك يعني موجود معمم، شيخ حيدر، ما أعرف شنو اسمه. فسألته قلت له شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له شيخنا يصير هذا السجود هذا الغير الله يعني صح غلط؟ قال لي هو السجود خضوع وخشوع وتذلل، وبما أن الخشوع والخضوع والتذلل يعني على كلامه أعم من السجود هو، والله سبحانه وتعالى يقول بتذلل العبد لوالديه بكتابه بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فالله أمر بالتذلل يعني العبد، فكيف لا يتذلل العبد الحجج الله أو لأولياء الله يعني. فقلت له الله سبحانه وتعالى، رديت اعطيته آية، قلت له يا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا لرب واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تمام؟ نعم. قال لي سجود يصير يعني حتى لأولياء الله والحجج الله، هاي ما بيها شيء. قال لي السجود هو سجود تلاوة وشكر. قلت له شيخنا سجود تلاوة وشكر أنت تعرف شنو شروط التلاوة؟ قال لي لا، تعال أنت علمني. يعني حتى تعصب علي. قلت له شيخنا أنت ليش تتعصب؟ بس أنا شيعي جاي أستدلك. قال منو يقول أنت شيعي؟ قلت له هاك هاي هويتي، هاك هاي يعني منطقتي، سكني فلان الفلان. لا 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 لحظة لحظة، لا تذكر الاسم الله يرضى عليك، لا تذكر أي معلومة عنك. نعم نعم شيخنا. تفضل. قلت له شيخنا أنا الشيعي من حقي أعرف، من حقي يعني أستفسر، أروح أسأل من؟ قال مو مرجعك سيستاني؟ قلت له نعم. قال لي روح راجع بكتب السيستاني. قلت له هسه أنت معمم وجاي أسألك عليه، ليش أروح راجع؟ قلت له شنو شروط سجود التلاوة؟ قال لي ما أعرفهن، ما أعرف، يستهزئ بي يعني، قال لي ما أعرفهن. قلت له شيخنا مولانا البلوغ والعقل، طبعا شروط التلاوة هي مثل شروط الصلاة المفروضة، هي النية والإسلام والبلوغ والعقل والوقت والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وكذا إلى النهاية. قلت له حتى سجود التلاوة ينقسم قسمين، سجود تلاوة للمصلي وسجود تلاوة للمصلي المأموم. تمام. المهم يعني ما أعرف شو أحكي لك شيخنا، أنا بهذاك الوقت والله العظيم تعصبت عليه، وحق يعني شو أحكي لك يعني. هسه إذا تجيب بياع طماطة قل له السجود ينقسم قسمين، شنو يعني؟ إذا تجيب بياع طماطة يعرف، هذا المعمم ما أعرف من يا مرضع جايبينه ما يعرف شنو سجود شروط سجود التلاوة. أبو سجاد أولا بياع الطماطة ممكن يكون عالم من العلماء، ليس بالضرورة، قد يكون رزقه في ذلك، يكون مزارع. لكن السؤال، أنت ذكرت أخوك كرار قتل في الحشد، ليش ذكرت القصة هذه؟ شيخنا جايك بالقصة، أنا ورا ما سألت هذا السؤال إيه؟
قلت له اعطيني نسب السيد السيستاني، قلت له اذا ممكن يعني اعرف نسب السيد السيستاني، قال لي هو ابن محمد باقر الداماد ما اعرف شنو. قلت له شيخنا هسه انت تقول محمد باقر الداماد، انت تعرف محمد باقر الداماد يعني تولد سنة 1561 وتوفى سنة 1631 ميلادي. ايه ايه. قلت له هسه انت اسم مو اسمه، اسم ابوه اسم والد الجد هذا لصق، ماكو يعني هسه حتى الداماد ما عنده نسب. ما انا قرأت كل كتبه، هيات كتبه والله، القبسات والصراط المستقيم والرواشح السماويه وشرعه السجيه والشرح الاستبصار والحبل المتين، ماكو ما عنده ولد الداماد، شلون منين جبتوا له هذا السيد السيستاني؟ قال لا تدخل بهيج مواضيع تروح بداهيه. إيه قل له لا تروح بهيج مواضيع تروح بدايه، بدايه انا اخوي فتح باب التهديد على مود يدافع عن مرضعك، جاك من باب التهديد، يسكتك بالتهديد لا تسأل. إيه قل لي تروح بداية. قلت له شنو روح بداية، أنا من حقي استفسر، بس أنا كشيعي من حقي استفسر أعرف شنو نسب سيدنا يعني مولانا مرجعنا، يعني يهددني لا تخلون حتى أكفر، استغفر الله العظيم. وحق لا إله إلا الله، وحق لا إله إلا الله. أنا تركت دين التشيع تمام قبل أسبوع هيك، بس بعد الحدث ما دخل الدين السنة، بس وحق لا إله إلا الله بقلب الريم وغم عليهم، أخوي استشهد على مودهم، وهذا الأفندي يقول لي ترى وديك بداية زين، وهذا وشيخنا ولا أخذت من وقتك. ما أبشر أبشر إن شاء الله، إن شاء الله يكون بنا، سأضيفك إن شاء الله عندي في التليجرام وتواصل معي، أرسل لي رسالة بس عشان أتذكر من خلالها الحساب. نعم شيخنا ممنون. حياك الله ثبتك الله يا أبا سجاد وهداك وأرشدك ودلك، الحمد لله الذي بارك الله فتح الله عليك الحمد لله الذي بصره بحقيقة الدين الاثنى عشري. دعواتكم للأخ، دعواتكم له، أخوه مقتول اللي هو أبو سجاد، أخوه مقتول مع حشد السيستاني، راح تحت راية ظالمة، تحت راية مرجع، شوف شلون حسرت عليه، شوف شلون متحسر عليه. والله يا جماعة رسائل مؤلمة مؤلمة، لأننا نحب الهداية للشيعة، نريد هداية الشيعة، احنا نتألم لما نجي نقدم لكم الحقيقة ويجي بيننا وبينكم من يشوه الدين الحق أو يحول بينكم وبين الهداية ويضحك عليكم، هذا ما يحب لكم الخير. ترى أنا لاني وكيل مرجع ولا جامع خمس، ترى جاي والله أقول لك الحقيقة وأدافع عن ديني احتسابا لله عز وجل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.